مهما تبحث عن السعادة المزعومة لن تجدها إلا في طمأنينة القلب وراحة البال. شوف يا أخي، لما من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. خلاص يعني الإنسان يستشعر أنه أقوى واحد في الدنيا بالله. صلي بس ركعتين كده في جنب الليل، أقول يا رب ضعيف فقوني، ذليل فأعزني، مهزوم فانصرني، ضائع فأرشدني. والله يعني ما صدق عبد رب العباد في الدعاء إلا واستجاب له، ولكن مع عمل صالح. نعم صح، لأن ابن احنا ربنا سبحانه وتعالى لما العبد يعني يخدم الحاكم بالنهار أو المدير المؤسسة أو الولي بالنهار، يشرفه بأن يقول له تعالى زورني عشان أعطيك جائزة، وقيام الليل جائزة من